على اسد. اسد ست داون، عدل داون ستاي. ستي داون داون. لا 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 ست جدع داون عدل داون ستي. داون ستاي. ست داون داون. برك برك برك. تعال ست داون داون. ميدل شاطر. معلش ست داون. الرصيف مش داون. ميدل خد ست داون داون ستاي. انت جميل انت خد عمل داون زي ستاي. طبعا اسد عنده مشكله رهيبه بجانب طبعا انه كلب شاطر وبيعمل حاجات كتير جدا وكلب ذكي جدا. ستي اوكي عنده مشكله رهيبه الا وهي ان هو بيطارد العربيات بشكل فظيع جدا. الحمد لله احنا في السكه ست داون في منتصف السكه الحمد لله من ناحيه العربيات. كان يعني قدامي اختيارين ان انا استخدم معاه العقاب والقفش والكلام ده كله. للاسف مع الكلاب عموما مع اغلب الكلاب ده ما بيجيبش نتيجه خالص واسلوب مش ما يحببش يعني يعني ما يحبسش في المشاكل السلوكيه عموما تمام وعموما يعني تمام. فكان قدامي طريق التعزيز الايجابي تمام ستاي كود ان هو يتم تدريبه كويس جدا تمام وفي نفس الوقت ان احنا نتعرض للحاجه كود ست داون داون تدريجيا. فبالتالي يبقى عنده مع من نفسه هو بينفذ الحاجه وكده. فالحمد لله طبعا عمل طبعا مع العربيات الاكبر حجما ممكن يبقى لسه عنده حته كده مع المسافه الاقرب طبعا لسه شويه بس في الاخر خالص. يلا تعالى ست ميدل شاطر ميدل اعدل نفسك. ايوه شاطر ست ووك. يلا شاطر ووك ست داون داون بس ستاي. خد يا ليفا تمام زي ما احنا شايفين. اوكي طبعا هو لسه ولسه طبعا هيخدعني وهيسمع مره. لا ستاي داو تعال داو وك شاطر ست تمام. وهيجرب يسمع حبه وما يسمعش حبه بس طبعا كون ان هو بدأ من نفسه يطنش تمام فدي حاجه كويسه جدا. خد تعال. طبعا للعلم بالشيء هو كان في الاول قبل ما يجي لي حتى كان عنده مشكله نفس المشكله بالظبط بس في تروسيكل خبطه ست فكان وقف بالفعل ده وقف يجري ورا العربيات فصاحبه كان بيحكي لي تمام. معلش ستاي معلش. لا تمام ست طبعا موتوسيكلات لسه برضه بس كويس ان هو استجاب. خد تمام. طبعا انا ربطه كويس جدا بال يعني حزام وسط والكلام ده كله وبالسديري فصعب ان هو يشد او يوقع او يعمل حاجه. فزي ما انا خد ست فلما قال لي ان هو في تروسيكل خد ست معلش لما قال لي ان في عربيه كبيره مثلا ممكن يبقى اسوء عشان خد يا اسد تعال ها جدع تمام. هو بيتشد ناحيه العربيه الكبيره ميكروباص مثلا
هتلاقوه بيركز اكتر. تمام، ما ركزش كويس، خد جدع تعال. يس تمام. المهم بس نرجع لنفس الموضوع، فلما قال لي ان هو اتخبط بالعربيه وكده، خد اسد، ست اسد، ست طبعا هو اتشد شويه. لا اقعد، يلا ست ست اسمع الكلام بس. شكرا. لما صاحبه حكى لي قصه ليفه اتعدى. لا ليه؟ اه ليفه، انت عايز تقلل اي حاجه. طيب المهم صاحبه لما حكى لي قصه ان اسد اتخبط وان هو وقف الفعل ده، فقلت له دي مشكله كبيره جدا. ليه مشكله كبيره جدا؟ لان هو وقف هنا لانه اتكبت، اتكبت علشان خاف من الموقف او كده. فالمشكله الوحيده في النقطه دي ان هو طالما الكلب اتكبت، فبالتالي وارد ان السلوك يرجع اسوء. وفعلا لما اسد بدا يكتسب ثقته في نفسه تاني، بدا يطارد العربيات وبدات تظهر المشكله بحجمها، بل عاده بترجع اسوء شويه. فبدانا نشتغل معاه، والحمد لله دلوقتي بدأ بقى يرجع لطبيعة ان هو يطن شوية كده. احنا دلوقتي بنتعلم حاجة جميلة جدا، نتعلم ان احنا نقعد نتفرج على العربيات، تمام اوكي، ونلعب ونتدرب ونعمل وكده واحنا شايفين العربيات، فبالتالي ما نبقاش عندنا مشكلة معاها قوي. طبعا من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلي كلب يطارد زي ان حاسة المطاردة عنده عالية، او زي في حالة اسد حاليا القلق بيلعب جزء من الموضوع، لان هو اتخبط قبل كده وبعد كده رجع الموضوع عنده يظهر بقى تاني. وزي ما قلنا لما الموضوع بيتم، لما الكلب عنده مشكله ويتم كبتها، تمام، فالكلب ممكن يبدا يبقى عنده مشاكل. فانا التدريبات عباره عن جزء منع وجزء تدريب وطاعه وهكذا، وجزء تاني سلوك. يعني انا بربط له دلوقتي مثلا كل عربيه تعدي باكل، كل عربيه تعدي باكل، بالذات العربيات الكبيره، العربيات النقل، الكلام، العربيات الكبيره. لو قابلت التروسيكل ده بقى فيها حفله اكل. ليه؟ لانه ممكن التروسيكل يكون بيقلق منه اكتر، تمام. فزي ما انتم شايفين طبعا الحمد لله ان هو جدع، اغلب الوقت مسيطر على نفسه، هو يعني ده المسار الالطف والاحسن ان يتاخد، لان انت مع الوقت بتبدا تنسى خالص موضوع ان الكلب كان عنده مشكله. ليه؟ لان هو في الاخر هو المشكله عنده اتحلت من منطلق انه حط الموضوع، مش منطلق انه خايف مثلا يعمل الحاجه فانت تعاقبه او تبهدله. كنت عارف. يلا ست داون داون بدل، يلا تعالى بدل. يس شكرا. ووك تمام. ست نرجع بقى لاهم نقطه، ويعني اكتر نقطه لازم التركيز عليها، وهي ان الموضوع مش حركه ولا حركتين، تمام. الموضوع بيحتاج تكرار تنفيذ وتكرار 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 الى ان الموضوع العربيه دي عدت، هو طنش المره دي على عكس ما كان متحفز، وهكذا يطمن وهكذا. ثم لما يرجع المنطقه عنده برضه لازم يتم التكرار وينفذ وهكذا لحد ما الكلب ده يتنسي خالص. يعني ايه يتنسي خالص؟ يعني خلاص هو اصلا العربيات عنده بقت صباح الفل. هيل تمام وهكذا، فالوضع يبقى ايه جميل. يلا ست شاطر. بس طيب دلوقتي انا هعمل تيست بسيط، تمام، بعد التدريبه كده هقف خالص اسد، تمام. في عربيه جايه هنا، عربيه جايه هنا، انا مش هتكلم واتفرج على رد فعله. لا يس شاطر. استنى معلش انا ساعدت بس عشان ايه، تمام، عشان هو كان هيفكر للحظة. جدع جدع، رد فعل كويس في عربية تالتة معدية. طيب ادي عربية رابعة في السكة، عربية خمسة. عربية سادسة، حظك حلو يا أسد. جدع يلا بينا. هي عربية تامنة. كويس. عربية طبعا أنا مش هسترس عليه أوي، بس كويس. جدع تعالى.